أهلين حكمة، شو مطلعينكم اليوم بكير؟ لا رح أرجع بعد شوي، بس عنا فراغ قلت بجي باخد كم غراض. ليش ما بتاخده من الدكان اللي بتشتغل فيها؟ أنا بصراحة تركت الشغل عند عاصم. عن جد؟ كله من عاصم مو هيك؟ سمعت إنه طلق لإسراء وصار كتير عصبي وما بينطق، ومن وقت ما طلع من المحكمة ما عاد حدا عارف عنه شي بنوب. شو؟ عم تحكي عن جد اتطلقوا؟ يعني هن اتطلقوا نظامي؟ ايه اتطلقوا، يعني من شي أسبوع تقريبا. ماشي أخي، أنا لازم روح على المدرسة هلأ. ماشي، الله معك حكمان، يعطيك العافية. الله يعافيك. إسراء، انت ليش كذبتي علي؟ طلقته مو هيك؟ ايه حكمت، بس انا ما كان بدي ضرك ابدا. لك ضرر شو هاد؟ ليكي كيف انا طاير من الفرحه، كيف ممكن تضريني؟ انا بصراحه ليك، يعني هو يعني نحنا ما بيجوز نكون مع بعض، مو مشان شي بس مشان عائلتك واهلك، يعني هالشي مو صح. ايه وشو دخل عيلتي؟ كيف شو دخلهم؟ اكيد رح يزعلوا. حدا منهم حاكاكي؟ مين هو؟ اكيد احمد مو هيك؟ طيب شو قال لك؟ ما كان في داعي يقول شي ابدا حكمت، لان كل شي واضح اصلا. انا بعرف اتفاهم معه. حكمت، حكمت روق. يلا فوتي حبيبتي. حكمت، انت شو عم تعمل هون؟ جيت مشان شوفك. شوفي، تولاي خبرتني انك راجع من المشفى، اختك حكتها من شوي، قلت بجي بستناك بالبيت لأنه كنت بدي روح على المشفى. حكمت، أنت منيح؟ لك شو هذا اللي عملته؟ ليش عملت هيك؟ لك العمى شبك، خوفتها للبنت. ليك اسمعيني حبيبتي، رح أخذ حكمت وأحكي أنا وياك كلمتين برا، ماشي؟ أنت خليكي قاعدة هون، امشي لشوف. يلا اطلع. ترك لي إيدي، عم قلك لا تلمسني بنوم. شبك هيك جاني؟ شوفي، خوفتها للبنت. كنت عند إسراء من شوي وحكت لي. يعني اجت وشكت لك فعلا؟ هالمرة واحدة حية. شو حكت لك؟ احمد اوعك. صار لك شي؟ لك العمى، شو صار لك انت؟ شو مفكر حالك عم بتساوي؟ قلي شو عم بتساوي بحالك؟ شو دخلك انت؟ شو دخلك؟ شو مفكر حالك امي او ابي يعني؟ انا اخوك الكبير يا اهبل. اخي ما بيروح بيتصرف من ورا ظهري. انا كان بدي مصلحتك بس انت ما عم تفهم. ما تضحك علي احمد، ما تضحك علي، انت ما بدك كان يكون مبسوط. ما رح يجيك الا المشاكل من هاي المرأة، ليش ما عم تفهم بقى؟ انا بورجيك. اوعك تحكي هيك عنا، انتبه لكلامك. اذا لسه بتحكي عنا يا اولاد. شو عم تعملوا؟ خلص تضربني. انا بدي بعد هيك لشوف بعد، بس بدي افهم انت شو بدك. خلص، ليش هيك عم تعمل حكمت؟ ليكي تولاي، عم يعلمني احمد معنى الاخوه، هيك بيكون الاب. شوفي هالولد شو عم يطلع منه حكي. خلص بكفي بقى، يلا على البيت، يلا منحكي جوا، نقعد ومنتناقش على رواق. تركيني بقى تولاي، ما عاد بدي احكي معه ابدا. ايه روح بالناقص. لك حل عني. ها انت واحد غبي. حكمت، الله معك غبي. بكره بتشوف شو رح يصير. مع السلامه حكمت. بكره بس تمل منك بتستك ورح ترجع تبوس الايدين لترجع لنا. ما عم صدق انتو كيف بتعملوا هيك ببعضكن. انتو شلون هيك بتضربوا بعض؟ هو غبي. روق شوي، روق. ما فيني شي، ما استنى فيني. استنى شوي، وين الفردة الثانية؟ يلا يلا تعفوت، يلا فوتوا عبيوتكن انتو.
خلي راسك مرفوع هيك حبيبي ماشي، هلا بيوقف النزيف لحاله. شو انت وقعت؟ ايه والله انا وقعت يا عصومه، وتولاي حطت لي شقفة قطن. قطن؟ عصومه اخواتك اكلين ضربه على راسهم، مخهم هاد فاضي ما في شيء، وهن الاثنين من الاساس عندهم وشه براسهم. عندهم وشه. يلا كفوا لعب. احمد ليش هيك سويت؟ لا تقلي انه هذا الموضوع كان مشان بنت، معقول مستاهله تعملوا ببعض هيك؟ اي طبعا ما بتستاهل، بس بدك تقولي هذا الشيء لحكمت من وراء البنت اللي شعرها قصير وبردقاني، مو هديك بنتها للمحامية؟ مو هي، مو موزي. مين بتكون لكان؟ مو مهم هلا. تولاي بدي روح الحمام، عملتها تحتي. لا لك العمى، انا كيف نسيت فوت الولد على الحمام؟ كله بسببي، أنا اللي التهيت عنه. أنت ما إلك علاقة، هو عمله وما قال لي. لا أهمالي هو السبب مو هو. استنى واقف هون، شو رأيك عصومة حبيبي غير لك كل تيابك؟ بس وين حاطين لك يا هون؟ هدول أكيد لك. بسرعة بسرعة بسرعة، يلا 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 يلا. استنى 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 حبيبي، وقف وقف لنشوف. يلا تعال تعال خلينا نروح. أوبا خلينا نروح نغسل بالحمام. رح نروح، قومي معي لشوف. لك شوفي شو اللي صاير. اسراء نحن لازم نروح. لك شو قصتك انت جنيت؟ ايه انا جنيت. لك يا اسراء انا بحبك، بحبك وبدنا نكون سوا. عم قلك بحبك فهمي علي، انا كرمالك ضحيت بكل شيء، ومشان هيك بدي امشي ونكون مع بعض، وما بدنا اي حدا تاني. ليش واقف؟ يلا خلينا نروح، انا ما عاد بدي ابقى هون. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.